التحضيرات هذا وانا خارج من الماتش هذا اللي خرجنا به من اول تربص في المشاريع درنا، جينا نلعبوا مع مقابله وديه مع مودي وهران. الحمد لله كتشوف بريمير ماتش اميكال بور ليكيب تاعنا كاع سون دي جوار جدد مونك دو كويزيون، زعما صافي بليزير لي ان بروغريسيون لاباس بها، وان شاء الله يكون لي ماتش جاي ان شاء الله يكونوا كاع كيما هكا بروح رياضيه وبهذا النسق اللي كان عندنا اليوم ماكري اللعابه كاع جدد. اليوم ماكري كان الوقت قليل شويه 45 مينيت بوشاكا، مي الحمد لله كوما بريمير ماتش سي لوجيك. مشوار ان شاء الله حنا نديرو هيبه الفريق هذا، عارف شحال من عشق اسمه طاني ثاني صافي 20 طون نديرو هيبه في لي بريما ان شاء الله. ومن بعد بسم الله الرحمن الرحيم نظن مباراة مفيدة للفريقين، خاصة بالنسبة لنا كانت أول مباراة اللي تسمح لنا اليوم باش نوقفوا على الجاهزية تاع اللاعبين تاعنا والمستوى تاعهم، خاصة أننا فريق يعني صاعد جديد للقسم الوطني الثاني وعندنا عدة لاعبين اللي جاوا من الأقسام السفلى، ونظن باللي المباراة تاع اليوم كانت يعني اختبار حقيقي باش نوقفوا القائمة تاعنا إن شاء الله ونسهلوا يعني في العمل لتحضير يعني بداية البطولة. نظن باقي لنا شهر ان شاء الله، نظن المباراه تاع اليوم يعني تعطينا ثقه بلي قادرين ان شاء الله نديروا فريق تنافسي اللي نلعبوا به ان شاء الله في القسم الوطني الثاني. يعني ماكش متخوف من نقص الخبره في القسم الثاني للفريق؟ نظن عندنا لاعبين تاع خبره، ما يخفالكش اليوم ثاني كانوا عندنا ثلاثه اربعه تاع الغيابات، ما يخفالكش بلي اليوم فريق تاع شباب المشريه فريق اللي التعداد تاعه تغير تقريبا يعني بنسبه 85 ولا 90%، نظن من الناحيه الجماعيه مازال ما يعني ما خدمنا والو، ولهذا اليوم انا كما قلت كان اختبار حقيقي خاصة باش نوقفوا على المستوى الفردي تاع اللاعبين، باش نعرفوا يعني واش كما قال لك الواحد نبرجموا ونعرفوا الطريق اللي نروحوا فيه إن شاء الله، باش نديروا كما قلت فريق إن شاء الله تنافسي اللي يمثل يعني المنطقة تاع المشرية والمنطقة تاع الجنوب الغربي يعني أحسن تمثيل. يعني مستهدفوا الصعود؟ نو صراحة يعني نظن الهدف الأول اللي سطرناه يعني مع الإدارة هو يعني ضمان البقاء، نعرفوا بلي البطولة غادي تكون صعيبة، ولكن كما يقولوا باللغة الأجنبية لابيتي فيا أون مونجون، حنا نلعبوا نوصلوا الهدف تاعنا الأساسي اللي هو ضمان البقاء، وإلا كان فيها خير باش نزيدوا نقدروا نديروا أحسن نظن ما نرفضوش. بون السلام عليكم. بون الحمد لله رانا نخدموا، رانا في اون سيمان ستاج في مانيا، رانا نخدموا بيان. ونقولوا بيا بريباري الشامبيون اللي راجع باسكو راه راح ثاني باركور ثاني شويه صعيب باسكو مع بدينا شويه روطار ومع المشاكل اللي كانوا صارين، الحمد لله دروك مع الريجا اللي راهم عندنا وجوا اللي راهم عندنا ان شاء الله نخدموا نديروا اليد في اليد ونتعاونوا ان شاء الله. يعني ما كاش مدرب هذه اثر على التحضيرات؟ والله بشي كاس يوم رانا ثاني مع الشيخ كينان رانا نخدموا باسكو ثاني شيخ كينان عنده كيما نقولوا ليكسبيريونس عنده، خاطر نخدموا معاه لي جوا ثاني نخدم مع لي كارديان مع كريم صاولو ثاني نخدموا مليح. والله ماشي كاسيون تاع مدرب ولا كيما نقولوا واحد يكون يخدم ويحط راسه ونديروا ليه تفليت نديروا شو نديروا عام شباب ما ليقش نسمحوا بعضنا بعض كيما نقولوا واحد يخدم ويحط راسه وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. بعد الكلام الكثير اللي قيل عندك كمال كنا نعرفوا بلي كان عندك بزاف عروض، ما تالي اختارت ولد تهران كيفاش تقيم هذا؟ والله تهران ما كاتب ربي كيما نقولوا ربي يكتب لي قلت وانا ربي يكتب لي وانا باسكو ثاني وانا كرون كلوب ما ثاني ما غير لا غالب راه فيه في بيريود باينه ان شاء الله ربي كيما نقولوا انا نمد لي عليا ثاني راه صافي بليز اني نلعب في هذه ايكيب كبيره صافي بليز باسكو دي لمسيو شي حاجه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله نزيدو نديرو نخدمو نديرو عام شباب ان شاء الله. كلمه للجماهير نعرفوا بلي راه غاليه شويه سير الجماهير نطلب منهم يعوفوا معنا باسكو والله لا عندنا ايكيب باسكو كوما عندك نكون صارح نورمال ما عنديش حاجه عندنا ايكيب نتعاونوا نديروا اليد في اليد يعاونونا وان شاء الله نفرحوهم هذا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحضيرات أجرينا تربص الأول في مدينة بشرية وأول مقابلة ودية لعبناها مع المولد الوارد، شرف لنا وش اللي نلعبوا معهم. تحضيرات التربص الثاني سيقام في مدينة وهران وإن شاء الله تكون تحضيرات في المستوى. واه صاي نورمالمون مغلقنا التعداد البارح بالمدافع الأيمن لساري غليزان عبد اللي ولاكسيا تاع مولودة العلماء أنس عباس. ان شاء الله احنا ندير المانتيا ولو 5 بريمي ان شاء الله ثاني.
ما عندنا مشكل الكبير تاع الملعب. ان شاء الله نطلب من نشكر ثاني السلطات اللي راه قائمه بواجبها من اجل الملعب ان شاء الله. وديه ضد شباب تيموشنت شباب مشيه كيفاش تقيم المقابله؟ بون السلام عليكم. ما احنا البريمي ماتش تاعنا دو ماتش الماتش اميكال هذا مازلنا عندنا ماتش دو ما اي لو فوندردي عندنا ماتش ثاني التروزيام ماتش. حنا سيتي ان ماتش اللي شفنا فيه بوكو دو شوز نقايس وشفنا صوالح لي بوزيتيف اي مازال التربص تاعنا ما كملش يكمل نهار الجمعه اي كيما يقول لك الاخر غدوه اون فايسي دو فير ثاني ان اوت ماتش اي فير يفو بارتيسيبي كاع لي جوار كي سون لا اون 30 جوار جي في بارتيسيبي 27 جوار جي اونلفي دوك لي 3 بقات غدوة تاني جبت لك نعاودو اون فالي اسيي و سي اون فير لي ماتش كو لي جوار لي كومونس ا ريبروند. اكيد خرجتو بعيدة نقاط من هاد اللقاء الودي ضد شباب مشري. واه لو ريزولتا حنا اون شارج با لو ريزولتا مي نحوسو على لا مانيير شوفو لو بلاسمون دو جوار شوفو راه واصل اون طونك هذا اللي لا كوهيزيون لي زوتوماتيزم هادو كي سون باسكو مي فو با اوبلي بلي ليكيب راه تبدلت راه كاين كاين دي زونسيان جوار وكاين دي نوفو لي كي سون اريفي 16 ولا 17 جوار سي بور سا لي رانا اوني على ريشيرش تاع ليكيب اللي نهار لو جور جي تكون واجده ان شاء الله. ودي تكون جاهزه لبدايه المنافسه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله الا كان كيما يقول لك الاخر خاص الامور كانت يقلاو الامور تاع الاخر سيرير وليبيراو هاد لي جوار ويتكاليفو. سا سا اون بون نوفل لينا حنايا ولا ما كانش اوني توبليجي دو جوي بلي جوار تاعنا اللي عندنا. مقابله وديه واش تقييمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم كانت اول مقابله وديه لينا في التحضيرات تاعنا مع شباب مشريه مع مولدي سهران. المباراه كانت في القمه ما شاء الله. كنا طبقنا التعليمات اللي كنا نخدموا فيهم لي زونترينمون اللي كنا نخدموهم ابليكيناهم الحمد لله وان شاء الله يا ربي نقدموا ان شاء الله لقدام هاد ليكيب ان شاء الله والقادم افضل ان شاء الله بربي. وجاهزين بداية المنافسه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله علاش لا. وشو الهدف تاعكم المسطر هذا الموسم؟ والله الهدف المسطر هذا العام ان شاء الله نلعبوا مقابله بمقابله والا جات طلعه مرحبا بها والا جا المانتي اليساني مرحبا به. بون تحاول تزيد الكاسي ولا؟ ايوه بون. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبنا ماتش اميكال كونتر شباب مشريه وين هذا ماتش كما قال لك باش نشوفوا ليطا فيزيك تاعنا وراها واصله. الحمد لله ادينا مقابله زعما وين الجوار كانوا كونسيون ادينا المقابله في المستوى. ما يخفالكش الريزيطا ما دركا كما قال لك ما عندهاش دور دركا نشوفوا احنا ورانا واصلين في الفيزيك تاعنا ورانا نترينو بكوتيديان ثاني ومازال باقي لي ماتش اميكو ان شاء الله. مازال باقي لنا مع مغنيه وشباب تيموشنت ان شاء الله نحضروا لها بكل جديه باش ندخلوا في زمام الامور والشامبيونه كما قال لك بكل جديه ان شاء الله. تعداد المولود يعرف تغيير كثير هذا الكبير هذا الموسم ماشي اثر على بيان سير سما دركا التعداد تاع مولودي طهران تبدل قريب 90% دونك رانا ايسيو باش يكون انسجام بيناتنا وما يخفالكش لي جوار صافي دير كاع لاعبين في المستوى دونك ان شاء الله نديروا اليد في اليد باش نكونوا في المستوى ان شاء الله. تكونوا جاهزين بدايه المنافسه او المقابله هذا الموسم ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ونفرحوا انصار مولودي طهران ان شاء الله.